اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. اعتقد ان احنا كلنا متفقين ان احنا في وطن منذ سنوات طويلة جدا يفتقر الى الفكر، يفتقر الى العقول اللي اتعلمت صح وتأسست صح وبالتالي تستطيع انها تعطي لوطنها فكر وعمل ورؤية واستراتيجية وخطط وغيرها. الحقيقة الفكر ده مش مفتقد في مجال محدد، لا، عندنا مشكلة، عندنا قصور في الفكر في مجالات كثيرة جدا. وانا فاكر المقولة شهيرة للامام علي بن ابي طالب اللي هو كان باب مدينة الحكمة كما اسماه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال: عبد ذو رأي وفكر انفع واهم من عبد ذي حربة. يعني هنا اهم من القوة واهم من العسكرية واهم من كل الاسلحة التي يمكن ان تمتلكها. انا مشرفني النهارده واحد من اصحاب الفكر واصحاب القلم في مصر، السيناريست والكاتب والروائي الكبير الاستاذ محمد جلال عبد القوي. مساء الخير وشرف كبير وجودك معنا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا، مساء الخير وعلى مصر كلها مساء الخير، وانا اللي شرفت بهذا اللقاء لاول مره في قناه الحياه ومع حضرتك، شكرا. اهلا وسهلا استاذ محمد. خلينا نبدا في الدايره الواسعه، وحضرتك مش عارف متفق معايا ولا لا، ان احنا عندنا مشكله في الفكر، عندنا مشكله في تنشئة الفكر، عندنا مشكلة أو عندنا ربما ندرة في أصحاب الفكر وأصحاب العقول اللي تم تأسيسهم وتم تعليمهم بشكل جيد. هو لو تذكر العميد الدكتور طه حسين في إحدى محاضراته في جريدة الجمهورية في إحدى قاعاتها قال كلمة شهيرة جدا، إن أي أمة عندما تريد النهوض لابد أن تنهض على دعامتين: الحرية والمعرفة. أنا بأضيف أو بأصعد كلمة المعرفة دي للحرية والإبداع. والإبداع الإبداع ده هو يضاف للمعرفة قبس بقى من روح الله سبحانه وتعالى أن يهبه لمن يريد. أس البلاء في المسألة ربما جيلي أنا واللي زيي، جيل ثقافته ثقافة مقروءة، تمام، يعني يعتمد على الكتاب، وربما معظمنا أيضا بدأ من الكتاب. يبقى الكتاب والكتاب صحيح. الجيل الحالي ومنهم أولادي ثقافتهم ثقافة مشاهدة، ثقافة النت، شتان بين أن تقرأ وأن تشاهد. اللي أنت بتشوفه النهاردة في جميع مناحي الثقافة والإبداع قائم على ثقافة المشاهدة. قليل قوي لما تلاقي حتى دكتور خريج جامعة بيعرف ينطق لغة عربية كويس، صحيح، أو يكتب كويس، أو خريج الجامعة يكتب كويس، يكتب أخطاءه الإملائية لا تعد، فما بالك بفكره. فاكر بمناسبة مقولة سيدنا الإمام علي اللي حضرتك ذكرتها كرم الله وجهه، فاكر سيادتك عارف مسألة أو دولة إسبرطة وأثينا؟ طبعا. إسبرطة زي حضرتك ما قلت وزي الإمام علي ما قال كانت قائمة على القوة الجسدية وتعد للحروب، تعد كل أبنائها كمقاتلين، ومن هنا لما كان يتولد الطفل يرموه على الجبل، والله عاش اهلا وسهلا، يجيبوه يربوه، مات يبقى ريحهم، مش لازم لم يكن يستحق الحياه. عكس اثينا العقل بقى، اندحرت اسبرطة ولا يمكن ان تذكرها ولا تذكر في التاريخ، ولما تقول اسبرطة الناس تندهش، لكن يبقى الفكر الاثيني. الفلسفه الاثينيه والفكر الاثيني ما زال هو قاطره الفكر الى يومنا هذا. صحيح. كل الفلسفات اللي بعديه استقت منه وطورته، وأصبحنا مدينين للفلاسفة الإغريق أو اليونان. هذا هو الفرق تماما ما صحيح. بين أن تبني الجسد وأن تبني العقل. طيب، هو الفارق ما بين جيل حضرتك والأجيال السابقة والجيل الحالي مش حاضر بس أحصره في فكرة أنه كان جيل يقرأ والآن جيل يشاهد، لأنه هنا هيترد على حضرتك وتقال لك ما هذه سمة التطور العصور، ما في النهاية أنا مش هفضل وإلا كنت أفضل أكتب على الحجر زي ما كان أجدادنا بيعملوا. لا، التواصل الاجتماعي والانترنت أصبحت ظاهرة العصر وعلينا نتواصل معاه، والقراءة على الانترنت يمكن أن تغني عن القراءة التانية بشكل من الأشكال. بس هي المشكلة هو أن تقرأ بس ولا أن تدرك ما تقرأه؟
وأن يكون لديك الملكة لكي تطور وتجود ما تقرأ لكي تصل لمرحلة الإبداع اللي حضرتك ذكرتها. دي مش موجودة. عندنا فقر في الإبداع، عندنا فقر في الفكر، عندنا فقر في القدرة على التطوير، التحديث. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة مش عارف سببها إيه. هل الشباب زاهد في هذه المسألة؟ يائس؟ مش عارف. واستسهل. ما هو ده الفرق اللي قلته لحضرتك ما بين النت، إنه يجيب البتاع كده ويعمل كده ويشوف المعلومة. هو يعني إيه المعلومة؟ إذا كان يريد معلومة يعني. تمام. أو يعني إيه الخبر اللي بيقولوه؟ أو يعني إيه صورة منشورة؟ وفرق بين راجل بيعرف بين دفتي الكتاب يطور وينمي ويتعلم ويشارك. ده الفرق بين الاثنين. لأن المعلومة السهلة دي مسألة سهلة. هذا الجيل يستسهل تماما في كل مناحي الحياة. هذا الجيل كان لابد أن يتعلم في المدرسة، وعيب قوي لو تطرقنا لموضوع التعليم في المدرسة. بلاش أنا والنبي يا أستاذ محمد موضوع المدرسة ده. طب بتدور عليه بقى؟ بتدور عليه؟ يعني انت رايح فين اذا كان مفيش مدرسة يا اخوانا يا سيادة رئيس الجمهورية؟ العيال ما بتروحش في الثانوية العامة المدرسة. صحيح. ما بيروحوش الثانوي. طب عاملين المدارس ليه؟ ما بلاش خلاص بقى، يعني العيال بياخدوا دروس مسائل يعني لا تأرجوك يعني. والتعليم وبجواره الصحة. وكان ليه اقتراحات كثيرة جدا. طب خلينا ما نعديش الامور كده، لان احنا انا زي ما قلت للسادة المشاهدين احنا المفروض نستفيد باصحاب الفكر وحضرتك احدهم. المشكله في التعليم فين؟ يعني انا مش هتكلم، لان انا اتكلمت كتير عن وزاره التربيه والتعليم وطريقه التعليم وفلسفه التعليم في مصر، لكن ايه المشكله؟ يعني ايه الفرق ما بين التعليم ايام حضرتك والفرق دلوقتي؟ ليه حضرتك كنت بتروح المدرسه ودلوقتي ولادك ما بيروحوش المدرسه او احفادك ما بيروحوش المدرسه؟ ليه زمان اللي كان بيروح مدرسه كان بيتعلم بجد، اللي بيروح مدرسه دلوقتي لا ياخذ لا تربيه ولا تعليما؟ الجديه. جديه مين؟ جديه المدرس اصلا، جديه اللي بيخرج المدرس اصلا. أنا عاوز أسأل سؤال، يعني أنت متصور إن مدرس يأدي واجبه ويروح المدرسة ويعمل وهو بياخد 300 جنيه في الشهر، 400 600 جنيه، 1000 جنيه في الشهر، 1500 جنيه في الشهر؟ عارف حضرتك 1500 جنيه في الشهر دلوقتي يعني إيه؟ يعني 50 جنيه في اليوم. مدرس عنده أولاد وفاتح بيته بتاع. طب أنت بتطالبه يعمل إيه؟ لابد أن يبحث عن مجال آخر يرتزق منه عشان ربه. أو موضوع الدروس الخصوصية. هو ده أقرب حاجة بقى، أسهل حاجة. الواد اللي بيروح محدش مهتم بالمدرسة؟ ما هي المدرسة دي يا فندم لازم يبقى في مدرسة زي ما كنت بروح المدرسة، يعني 30 تلميذ في الفصل، يعني الأستاذ عرفنا بالاسم. أقسم بالله أنا كنت ببوس إيد مدرسي في الثانوي. في الثانوي يعني راجل زي ما أنا كده في ثانوي أقابل مدرسي الأستاذ حسن المدني أبوس إيده، أقسم بالله، لأنه علمني كده. أنا مش عايز أقول لك دلوقتي الطلبة بيعملوا إيه في أساتذة. لا يا فندم ما تقولش أرجوك يعني. طب هتقول لي أنا ماني أولادي كانوا في مدرسة ورحت حليت كذا مشكلة لأولادي؟ لا 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 لا، هنا لابد أن تتبنى الدولة هذه أولا. أول وأخطر وأهم مشكلة تواجه المجتمع المصري زي مشكلة المية القادمة. التعليم قبل المية. الولد لما يبقى متعلم والرجال متعلمين والبنات متعلمات هيكفلوا لنا كل هذه المشاكل بقى، هيريحونا من كل ده لانه صحيح. متعلم. اعلمه هو في الحضانه ازاي يحترم. طب احنا كمان مش مقصرين يا استاذ محمد، يعني مش عايز احط كل اللوم على الدوله وان كانت تستحق اللوم في سنوات طويله جدا اهملت التعليم ربما بقى بطريقه عمديه او بطريقه غير عمديه، لكن البيت كمان. ما هو احنا فين؟ يعني انا الظاهر ان انا ما ربيتش ولادي على احترام المدرس بالشكل الكافي، ما ربيتش ولادي على احترام الحصه في المدرسه. قلت استسهلت لهم فكره دروس خصوصيه، لا مالكش دعوه باللي بيقوله المدرس في الفصل، انا معايا فلوس وهجيب لك درس خصوصي. لا 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 ما تحترمش المدرس بتاع الفصل، مالكش دعوه، انا لو عمل لك حاجه انا هجيب لك حقك منه ولا هروح اشتكي مش عارف ايه. انا لو عرفت تغش يا ابني في البتاع المهم تنجح، مش مهم عندي ان انت تفهم. ما هو ربما انا برضه اكون مخطئ. لا ده منطق، اسمح لي يعني انا ما عملتش. لا دي بيوت كتير. لا دي اللي انا بقوله لك ده بيوت يعني كتير. معلش دي ناس بقى ايه؟ ابهات يقول لابنه ولا يفرق معايا تفهم، المهم الشهاده في الاخر تيجي تنجح، انا مش هدفع لك مصاريف سنه تانية بس. ويوديه الجامعه الخاصه. مظبوط. طب وبعدين؟ ما هو ما فيش جامعه تليق بان احنا نودي اولادنا ليه؟ النظام كدوله معلش اسمح لي، اصل التعليم ده دوله. ما تحاولش حضرتك تقول لي مش دوله. يعني الصحه دوله. ما تحاولش سيادتك تقول لي لا ده احنا لازم لا الصحه دوله طبعا. الصحه دوله. يعني انت بتتكلم في ايه بس؟ لا الصحه دوله قوله. مش عاوز اقول لك تجربه ليا خاصه انا يعني بالصحه. لا 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 لا، يعني ايه يروح ما يلاقيش قطن وما يلاقيش سرنجه؟ ويعني ايه بتاع يعني؟ طب رجال الاعمال يعني ايه لو عمل يعمل مستشفى خاص؟
في يا اخي فين مستشفى فلان الفلاني الخيريه؟ وفين في العمرانيه في الزاويه الحمراء في قريتي احنا عاملين في شباس الملح قريتي انا مستشفى ست ادوار، ست ادوار في قريه بالجهود الذاتي، بالجهود الذاتي فيها كل حاجه، وهكلم مدير الصحه يجي يتفرج ويعمل فيها حضانات وفيها غسيل كلوي. بسم الله ما شاء الله. من ناس من والدكتور محمد نجار صديقي هو رئيس مجلس اداره الجامعه، عاملين كل حاجه بنعمل. انما يا بيه انا كنت اتصور ان رجال الاعمال اشوف بقى مدرسه والله فلان الفلاني المليون. طب النجوم بتوع الفن مدرسه النجم الفلاني او النجمه الفلانيه، مستشفى النجم الفلاني، مستشفى رجل الاعمال، هو ما حدش واخد باله خالص. يبقى انت بتتكلم في ايه؟ المصريين لازم يفوقوا شويه، يعرفوا ان الوطن ده اخواتنا اولادنا. يعني ايه الناس عايشه في المقابر؟ مش عاوزين نتكلم بقى اكتر. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي في العداله الاجتماعيه، هي العداله الاجتماعيه السجاير؟ معلش مع احترامي لحضرتك، اوكي لا هو ده الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي بتكلم فيه. انما لا، العداله الاجتماعيه في كل حاجه، العداله الاجتماعيه بيه يعني الكهرباء. شوف الحكومه ماشيه في ناحيه والريس في ناحيه ثانيه، قول لهم العداله الاجتماعيه والفقراء واصحاب الدخل المحدود، والحكومه تجي رافعه الكهرباء على الست اللي عندها لمبتين. يعني انت بترفع الدعم عن مين؟ يعني انا كان لي اقتراح قلته في اكثر من قناه واكثر من جورنال، انت عندك كام فاتوره تحت 50 جنيه؟ شوف شوف معلش خيال كاتب، الحضاره الانسانيه كلها قامت على الخيال. تمام. اسمح لي في جزئيه خيال. فضل فضل. عندك كام فاتوره؟ 2 مليون ماشي، كلهم اقل من 50 جنيه. طب ماشي عم. مش هنخليها مجانيه، اللي عنده 50 جنيه فاقل ما يدفعش، الحكومه هتصرخ ده احنا بنلم فلوس. اه ماشي، انا قلت لك ادفع هتجيلك الفلوس. حمل 2 مليون فاتوره على اعلى شريحه 2 مليون فاتوره اللي هم الاغنياء. يعني ايه؟ يعني بيدفع 25000 جنيه كهرباء في الشهر. طب انا بدفع 1500 بلاش 25000، يبقوا 1550. هيحصل ايه؟ صحيح. ايه اللي حصل؟ صحيح. 10000 جنيه في الشهر كهرباء يا اخي، 10050، شلت واحد من اهلك مش قادر. على فكره هي دي ببساطه شديده العداله الاجتماعيه، اللي في بعض الناس عاملين يفلسفوها ويقول لك مش عارف عباره عن ايه، ولا الهوى، ولا تسأل ان الغني يسد عن الفقير بس يا بي، ولا تسأل. طب مش عارف، هي على فكره المثال اللي انا قلته كده، ان اللي بيشرب مارلبورو 30 جنيه دفعوا 50، دفعوا 50 بس ما تجيش على الكيلو بطل. هقول لك يعني اعلى ما قيل في العداله الاجتماعيه من خلال حديثك عن سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. سيدنا الامام علي قال لك ما دام في فقراء في المدينه او في الامه، عارف يعمل ايه؟ يجيب الاغنياء يدي له مؤنه سنه. شوف الكلام ما مش هتصدق انت. معاش سنه يكفيك؟ معاش سنه قد ايه؟ خد 10000 جنيه، هات كل فلوسه وادي له معاش سنه. يا سلام. اه ويوزع على الفقراء ما دام هناك فقراء. والائمه من بعده وافقوا على هذا الراي فقها. ما دام في فقراء ناخد من الاغنياء، ما بنقولش لن امن ولا لازمنا بقى لن ندي له مؤونه سنه ولا حاجه، لازمنا يدفع الضرايب بس، ما بيدفعوش الضرايب. لازمنا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكي بس، بقى ده اللي لازمنا منه ياخد باله. مش هنقول خد كل فلوسه وادي له مؤونه سنه وبعدين نتصارع عشان عندنا فقراء. ما ينفعش يا استاذ وانت رايح تدفع 5 جنيه في الطريق، انا وانت ندفع 5 جنيه واحنا رايحين للساحل واحنا جايين من الساحل ندفع 5 جنيه، لا ما ينفعش. ووزير النقل السابق وربما الحالي يفكر في رفع تذكره السكه الحديد، الناس الغلاب اللي قاعدين في البدايه، او تذكره المترو عاوز يرفعها. يا شيخ يا شيخ، دفعني 20 جنيه وانا رايح في الطريق الصحراوي لحد المارينا. طب 50 ها الناس هتزعل، لا خلوها 20 20 رايح 20 جاي. صح. بس ما ترفعش ثمن تذكره القطر. صح، لان انت بتروح الساحل تعمل ايه؟ حرام عليك. مارينا تروح بتتغدى وتتعشى وتفسح وبتاع، 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا حاجه. يا بيه انت بتصرف في الاسبوع اللي بتروحه 5 6000 جنيه. صح. احنا عارفين. صح. هيهمك بقى 20 جنيه ثمن السندوتش ب 50 جنيه. مظبوط. السندوتش ب 50 جنيه. مظبوط. طب ما تيجي يا بيه، ما تجيش بقى على سكه الحديد اللي رايح اسيوط ولا بتاع ب 2 جنيه و3 جنيه و10 جنيه. اتقل، ما تجيش ترفع لي الغاز. بقول لحضرتك الحكومه في ناحيه، الفقراء دول اهلنا. مصر مش فقيره، مفيش فقراء في مصر. وكل الناس تسمعني بدايه من الرئيس السيسي، الفقراء مسروقين يا سياده الرئيس، مسروق الظهير الصحراوي بتاعهم، ارضهم مسروقه وضرايبهم مش مدفوعه، حقهم من الاغنياء مش مدفوعه. تامل الساحل الشمالي، تفتكر في كم وحده في الساحل الشمالي الناس بيروحوها شهر اسبوعين يا سيدي، شهر ونص شهرين طول السنة؟ تفتكر كم؟ 9 مليون وحدة. اوف. خليهم 5 مليون ما
ما تزعلش، على فكره انا ليا شاليه على الميه عشان بس ما بتاع، وليا فيلا في العدم، يبقى عندي فيلا وعندي شاليه. كويس. ليه محمد جلال عبد القوي والاستاذ تامر امين وغيرهم اللي عندهم دول ما يدفعش على الشاليه 1000 جنيه في السنه؟ 1000 جنيه في السنه، في السنه ما كأكل قبل غدا؟ لا، انت بتتغدى ب 2000 لما بتروح باسرتك وبتاع. انا بتغدى ب 2000 على الفيلا. ما هم فكروا في موضوع الضريبه العقاريه دي وما اعرفش يا بيه، هي مع فاتوره الكهرباء مش هينفع شغل الحكومه اللي احنا اتفقنا ان مش هينفع. الحكومه مختلفه تماما عن ايقاع الرئيس بتاعنا، احنا ربنا حقيقي رزقنا برئيس ربنا يبارك فيه. على فكره انا لا موظف ولا اطمع ولا هروح، انما انا متيم بهذا الرجل اللي ربنا بعته لنا، ولا ينكر فضل هذا الرجل الا جاحد، ولا يمكن تتصور هذا الانجاز اللي عامله واللي لسه هيعمله، وبعد سنتين هنتامل الراجل ده عمل في بلدنا ايه؟ ان شاء الله. شويه بقى ضغطه بقى من فضلك يا سياده الرئيس، مع فاتوره الكهرباء 5000 جنيه على فيله محمد جلال عبد القوي بتاع هدفعهم، وكل الناس كده، بس يتاخد الفلوس دي يتبني بيها للناس اللي في المقاطر اهو، ده الكلام. يتاخد الفلوس دي، الضرايب والظهير الصحراوي يتاخد من الناس يروحوا للفقراء، نبني مدارس. ده انا اقترحت مره زمان سنه 94 في مسلسل اسمه هلا والدرويش، قلت لماذا لا تبنى مدرسه، مدرسه في كل نادي، مدرسه النادي الاهلي النموذجيه، وشوف بقى لما مجلس الاداره يبقى مشرف على مدرسه ولاده. اه فكره حلوه دي، مدرسه بقى. نادي الزمالك بتاع مدرسه نادي ومراكز الشباب. طب صحيح دي فكره حلوه قوي، مراكز الشباب، ما هو عندهم مشكله من المدارس، مراكز الشباب. كل تصور لما زي طاغور في الهند لما كان بيعلم الناس في الغابه وفي الهواء الطلق، تصور لما الولاد يبقوا قاعدين في الفصل والملعب كله مركز الشباب، الملعب كله نادي الزمالك او النادي الاهلي، واحنا اللي جايبين المدرسين واحنا اللي مشرفين على اولادنا اللي هو مجلس اداره النادي. صحيح. طب لماذا؟ لا بعدين كل محافظه ليه ما تقومش على مستشفياتها الميري تجددها بمساعده الدوله؟ وعلى فكره هتكسب مش هتخسر يا بيه. كنت عاوز تكسب، تعالى اعمل الدراما التلفزيونيه عشان ننقل بقى من حكايه تعالى اتفرج على الدراما التلفزيونيه. انا سمعت حضرتك هنيجي هنيجي، ما تستعجلش على رزقك يا استاذ محمد، هنيجي. محدش عاوز يفكر يا بيه، لازم ابداع. انا هذا ما اقصده بالابداع. يعني ما اقصدش الابداع كتابه فقط، لا لا، الابداع في الفكر. اه كده ده الابداع. هل ممكن حد يسمعني وينفذ؟ طب هل يعني، ما انا هنا بحاول احط نفسي مكان صانع القرار سواء رئيس الجمهوريه او الحكومه. اكيد اكيد، انا اسف انا اسف يعني، استاذ محمد مش عبقري العباقره وصاحب الفكره دي اللي جت من لا فكره مطروحه. وتامر امين مش عبقري ولا بني ادم عادي، فاكيد جت في دماغهم. اكيد. ايه اللي ممكن يكون منعهم انهم يعملوا ده؟ يعني اكيد الرئيس متضايق ان في فقراء في هذا الشعب، وفي ناس تحت حد الفقر، وناس زي ما حضرتك قلت عايشين في المقابر، وناس مش لاقيه تعليم، مش لاقيه صحه، وعارف ان في مليونيرات ومليارديرات، وفي ناس لن يضرها شيئا اذا مش هقول ان انت اممت ثرواتهم، ان انت بس اخذت حق الفقير فقط من ماله. اه. ايه اللي يخليني اتقاعس عن ان انا اعمل ده؟ بصراحه مش عارف، هل خوف ان مثلا الاغنياء يعملوا عليا ثوره فيهزوا الاقتصاد، يهزوا الاستثمار؟ يعني بحاول ادور على مبرر مش لاقي. يتفلق. اللي يرفض ان يؤخذ حق الفقير من ماله، زكاه ماله يتفلق. الضرايب يتفلق. خد بال جنابك، لما انا اقعد قدام الناس واقول لهم عندنا، ما هو دايما في الهاجس. انا طبعا على فكره انا موافق مع حضرتك، بس دايما طول الوقت الفكر التاني يقول لك ايه، ما هو انت لو طفشت المستثمرين وطفشت رجال الاعمال الاستثمارات هتقع والاقتصاد هينهار والمصانع اللي مشغله الاف والشركات اللي مشغله الاف الناس هتقعد في البيت. ده ربما يكون الناس اللي بتوز في دماغ القياده السياسيه ان لو عملت كده ربما يحصل كده. وانا لما اقول له لرجال الاعمال اخواتك اللي في المقابر والناس اللي في العشوائيات محتاجين نبني لهم مدرسه هنا او مستشفى هنا، هو الرئيس مش اول ما جه، الرئيس مش اول ما جه طلع وقال هتدفعوا هتدفعوا، وصندوق تحيا مصر وصندوق 30/6 وصندوق مش عارف 3/7 وهيدفعوا. امتى بس يا رئيس؟ هيدفعوا. خد بالك، ما هو الرئيس مش كده، مش ببساطه لما يقول هيدفعوا مش بيهربوا، هيدفعوا ولازم يدفعوا ولازم حق الفقراء يجي. انا شاري يا استاذ تامر متر الارض على الصحراوي ب 1000 جنيه مصري، 1000 جنيه مصري، متر الارض الفاضي اللي هي اتباعت بثلاثه او لو حسبناها اللي هي بقرشين ساخ، مش هقول بثلاثه، لو حسبناها ايام ما اشتراها الفدان ب 30 جنيه و 40 جنيه متر الارض كان بثلاثه ساخ او بقرشين ساخ، مديهولي ب 1000 جنيه
وغير التخصيص، هو خطة يستصلحها. راح يخترع وعمل وغير التخصيص. مزبوط. وبناها. حق مين ده؟ يا سيدي ماشي. مش عارف هو حضرتك اللي اشتريت؟ اه والله، وعندي عقدين اتنين واخد فيلتين لاولادي وبتاع، عقدين معايا، عقدين زرق ب 1000 جنيه المتر اهو، ب 1000 جنيه المتر. وعشان تقع. نعم. نعم. اعمل ايه؟ قول لي. لا ما لا ما تعملش حاجه. هو ما استلمتش. ويا رب ما تستلم. هو ما ليه بقى؟ قول لي. هقول لك ليه؟ اتفضل. ما تزعلش مني. لا قول. احنا لسه عمال نتكلم عن العداله وبتاع. قول يا بيه. دي ارضي. ارضنا. لا دي ارضنا. طب كويس. اللي انت خدتها دي؟ اه. دي ارضنا. واخدت. وارض محمد وارض ابراهيم وارض سيد وارض ولادي. ارض الفقراء بقى انا اللي بقول اهو. طب بتاخدها ليه يا ريس؟ علشان الفلوس دي كومباوند بعمله بشتري. لا. هو ما هو انا ضد الفكره دي طبعا، انا اسف. طب معلش معلش ما خدها مني كده وزعل مني. أتفضل. معلش انا اسف. لا اتفضل. هي نفس المنطق يا استاذ محمد. انا بلوم على الدوله. ايوه. ان من لا يملك يعطي لمن لا يستحق. كويس. يا ساده الاراضي التي تفرطون فيها دي، دي ارض الشعب. ايوه بيع ارض المصريين. والشعب لم يعطيكم تفويضا لبيع ارضه. لا ما حصلش. الارض دي اه تتزرع وكلنا ناكل منها. لكن فكرة ان الطريق الصحراوي كله قاهرة اسكندرية، الطريق الساحلي التاني قاهرة مش عارف اسيوط، قاهرة مش عارف اسماعيلية، يباع بالامتار ويتحول الى منتجعات فاخرة لبعض القلة القليلة التي يملكون اموالا، واحنا نطلع. لا يا بيه انا ما قلتش كده. انا اسف، طلع حضرتك بره دلوقتي قصة. الراجل بيع الارض، الراجل شاري الارض عشان يبنيها. غلط يا ريس. معلش يا بيه. على فكرة على فكرة اللي باع لك ده في النهاية اشترى بملاليم الملاليم. ما هو ده اللي بنقول. فدادين زراعيه. يا بيه ده اللي بنقول يتاخد حق الناس بقى منه لانه غير التخصيص. بس حضرتك ساعدته. انا بيه ما اعرفش، ما اعرفش ان واخدها. طب خلاص انا مش عايز ازود بس عشان ما تزعلش مني، بس اصل انا الموضوع الملف بتاع الاراضي خصوصا اسكندريه ده ده مؤذي. عامل لي يا استاذنا احنا دلوقتي لما دي ارضنا. دي ارضنا يا بيه. لما باع لي ارض لراجل المتر لما ليس من حق هؤلاء رجال الاعمال ان هم ياخدوا الفدادين الزراعيه بملاليم ويروحوا يدفعوا الافات برضه بذكرى. انا قايل للريس يغيروا التخصيص المصريين وتبقى منتجعات جولف. يا بيه ده ارض المصريين، خد تمنها. حضرتك قلت من شويه ان الحرب القادمه هي حرب المياه. أوه. انا اعمل منتجعات جولف وبحيرات صناعيه والمصريين عشان يشربوا. خد منه تمنها يا استاذ تامر، خد تمنها. ما هو ده اللي انا رايي. انا مش خد تمنها، انا رايي خد الارض. طب ما تديها له بس. سيب الحتتين بتوع الاستاذ محمد. سيب الحتتين. لا يا بيه لا لا لا، خد تمنها. هو ضحك على الدولة. خد تمنها يا ابني. بس رقمه من حتة. اقول لحضرتك حاجة، لما يبني 1000 فيلا وانا اشترط عليه ان قبالة كل فيلا يبني شقة لواحد فاير ويصرف القوات المسلحة تشرف على الاستلام. يا رأيك؟ لما ياخد المتر الأرض اللي بيعوا لي ب 1000 ياخده ب 900، ياخده ب 800، طب ما الفلوس دي لينا وللفقراء أهو. المشكلة إنه خدها ببلاش. هي دي المشكلة. حضرتك هل في دولة يا أستاذ محمد بعيدا عن مشكلتك بقى، هل في دولة في الدنيا يبقى فيها قانون، أنا مش عارف القانون ده ساري ولا لأ، قانون يكرس البلطجة اسمه قانون وضع اليد؟ ده قانون يكرس البلطجة. دولة محترمة عاملة قانون كده، قانون المشرعين عملوه قالوا له والله لو أنت حلو وعندك عزوة وعندك شوية بلطجية وغفر حلوين بسلاح، روح شوف لك حتة أي أرض فاضية بتاعت الدولة اللي هي بتاعت الناس، حط إيدك عليها واعمل سور زرع وهمي وهات بلطجية وغفر وغفارة عليها، لو أصبحت لك حيازة مستقرة عليها تعالى واحنا نقدمها لك وتبقى بتاعتك. اتغير بيه الكلام ده والقوات المسلحة. على فكرة 90% من الأراضي أخذت بهذه أوكي الطريقة. أوكي بس اتغير الكلام ده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتغير الكلام ده وأصبحت القوات المسلحة هي المسؤولة عن اللي حضرتك بتقوله ده. ولا إيه ولا متر هيتاخد. أهو أتمنى بس ما هي المشكلة ولا مش ولا متر هيتاخد، ده في ملايين الأفدنة اتاخدت. هيجي يا بيه. في لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب اسمها لجنة استرداد الأراضي. الله أعلم يعني. آخر حاجة سمعتها المهندس إبراهيم محلب الأسبوع اللي فات هيرفع راسه ويكشف راسه ويدعي عليهم، بس يقول لك والله حجر راسهم وقول أسماء، مش عارفين يعملوا معاهم حاجة لأن هم خدوا الأراضي دي بالقانون اللي هو المفروض مش قانوني. بص يا بيه، تغيير التخصيص يسقط كل ده، مفيش حاجه بالقانون. هو زور. أيوة وغير. صحيح. التخصيص صحيح. هاتوا دخلوا البتاع يا بيه. الناس اللي بترفع المباني من 20 دور و30 دور دخلوا السجن يا استاذ، دخلوا السجن. صحيح. مره واحد يخش السجن. يعني ايه هذه العشوائيات الغريبه؟ القانون لازم يطبق. احنا المشكله كلها بيه هذا التراخي في تنفيذ تطبيق القانون. صحيح. هذا التراخي على كل المستويات بقى، على كل المستويات بقى. بلاش الحنيه دي،
اللي يغلط يتقطع رقبته. كل الدول التي تقدمت تقدمت في ظل القانون به واحترامها للقانون. ده أنا رأيي الشخصي ومعلش آسف يعني. لا بالعكس، بس أنت مش خايف إن البعض يقول لك أنت كده بتدعو إلى قمع ومش عارف قمع إيه؟ هو لما يكسر القانون وأحاسبه بقمعه؟ لا، القمع بيه إن هو يقول له طبق القانون، اللي هو ما فيش قانون هو كده، ده القمع بيه. لا 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 لا، القمع إن أنا بلا قانون يعني أضع إيدي عليه وأخنقه. لا، كلنا تحت القانون سواء، لازم يطبق القانون على الكبير. أنت سمعت الرئيس لما قال لك يطبق القانون من رئيس الجمهورية ونادل؟ أنت شفت حد رئيس مصري من أيام الفرعنة قال دي بذمتك؟ أنا سمعته قال لك كلنا نطبق القانون بداية من رئيس الجمهورية. أقسم بالله ما في رئيس جالك يا مصر من أيام مينا لحد دلوقتي قال هذه الجملة إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي. أقسم بالله، أقسم بالله ما في رئيس رفض حد يغني له إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي. معقول اللي تقولوه؟ أنا لا أرائي ولا أنت هناك. الهاجس بتاع تطبيق القانون ده هاجس طول الوقت عندك، حتى في كتاباتك ومسلسلاتك طول الوقت هاجس عدم تطبيق القانون فزاعة عندك. يا سيدي، الله سبحانه وتعالى لما نزل كل الرسالات السماوية كانت قانونا إلهيا، قانون. وبالمناسبة كل الرسالات السماوية رسالات اشتراكية تنصف الفقراء من الأغنياء حتى لا تكون دولة. جميع الزعماء والمصلحين اشتراكيين، يعني ايه؟ يعني ينصف الفقراء من الاغنياء. ده الحكايه. فانا لازم ده يكون هاجس جواي، لانني لابد ان اكون زي ما بكتب الكتاب. لازم تلاقيني وانا قاعد قدام حضرتك كده كلامي يبقى زي كتاباتي بالظبط، زي المال والبنون، زي اولاد ادم، زي سوق العصر، زي الليل واخره، زي ايه تاني اقول، حضره متهم ابي، زي حضره متهم ابي بالذات، نصف ربيع الاخر، قصه الامس، او كتير يعني اديب واحنا صغيرين بقى ما فيش. يعني القانون ثم القانون، القانون ثم القانون. يا سيدي كلنا تحت القانون سواء، ولازم الناس تحترم القانون وتخاف. لازم يقول لك دلوقتي اصل فيه والشرطه، لازم الدوله، لازم هيبه الدوله، لازم اللي تتلفت حواليه كده ويقترف يفكر يغلط يعرف ان هتتقطع رقبته. هو مش هزار. صحيح. يا بيه ولادنا خلاص في الشارع بلطجيه، ولادنا اللي هم خريجين الجامعه في الشارع بلطجيه، مش عارفين لا يشتغلوا ولا يروحوا ولا يجي. هذا تسيب يعني للاسف الشديد. طيب اسمح لي هنروح لفاصل، أرجوك. نرجع بعد الفاصل نتكلم بقى عن الدراما والفن والحياه. كلام ما اعتقدش انه هيبقى منفصل كتير على الكلام اللي احنا كنا بنقوله. ما هو ده مستقى من ده. صحيح، ده ترجم لده. بس خلاصه القسم الاول من حواري مع الاستاذ محمد، وعلى سنه الاستاذ محمد، العداله الاجتماعيه هي الاساس، تطبيق القانون، خده من الغني وادوا الفقير. واعتقد الاستاذ محمد هيرجع الفيلتين بعد هذه الحوار بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مكملين حوارنا مع ضيفي العزيز الاستاذ الكاتب محمد جلال عبد القوي. وقد يبدو للوهله الاولى انه الجزء الاول من حوارنا اللي انتهى قبل الفاصل كان حوار اشتراكي، لكن هو الحقيقه ليس له علاقه بالاشتراكيه، هو حوار له علاقه بالعدل، له علاقة بالعدالة الاجتماعية، له علاقة بفلسفة الأديان، له علاقة بالتكافل والتراحم، له علاقة بكل حاجة. مالهاش علاقة بالسياسة، لا اشتراكية ولا برجوازية ولا رأسمالية ولا كذا، ليها علاقة بإن احنا نبقى بني آدمين وبنحس بالآخرين. وعشان ننفي هذه التهمة تماما، هي الاشتراكية تهمة؟ عند البعض. لا. طب بدليل إيه؟ أصل لا مش بدليل، بدليل إن تجربتها في مصر كانت تجربة فاشلة. مش العيب في النظرية، العيب في التطبيق. يا بيه ما فيش دين الا دين نزل علشان ياخذ حق الفقير من الغني. ده اللي على فكره انا لا انا بقول لاي حد انا الشركه جميعا في الدخل اللي ربنا او الخير اللي ربنا حطه، مقدرات الكره الارضيه اللي ربنا حطها للبشر. صحيح. بس صحيح. كلنا لازم حضرتك انا قلت المثل ده وقلته لوزير الاستثمار وقال لي فكره حلوه جدا هنطبقها والحمد لله على كل شيء. فكره في ثانية كده قلتها للسادة المشاهدين اعتقد هنا في البرنامج، فكرة الشهر العقاري اللي شفته في دبي. ايوه دبي. مش هقول لك بقى اسكتلندا ولا امريكا ولا دبي، دولة عربية زينا. الشهر العقاري تخشوا حضرتك بابين، باب مكتوب عليه خدمة المواطنين والباب التاني مكتوب عليه في اي بي. نفس الخدمة هي اللي بتقدم هنا هي اللي بتقدم هنا، عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنعمل تمييز. هي نفس الورقه اللي هتاخدها بنفس المش عارف ايه بالاختام بكل حاجه، تاخد التوكيل وانت طالع وتاخد التوكيل وانت طالع. بس الفرق هنا ان هنا في شويه دلع.
هنا بتقعد على فوتي ايوه ليزي بوي ده اللي أيوة. مش عارف بيعمل ايه أيوة. وهنا بتقعد على كرسي عادي هنا جنبك مكنه ميه معدنيه بتعمل مش عارف ايه ومكنه اسبريسو بتاخد فنجان قهوه وهنا في ميه بس تقدر تشربها مش عارف ايه معلش. هنا انت قاعد في مكتب وهنا انت واقف على شباك ماشي ماشي هنا خدمه المواطنين ب 70 درهم اهو ده خدمه الفي اي بي ب 350 درهم بفلوسه احنا بناخد منه فلوس اتدلع بفلوسه 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 عارف كل ده مين 350 درهم الراجل قال لي كده الراجل قال لي كده طبعا ده محمد قال لي 350 درهم اللي بناخدهم هم اللي بنصرف بيهم على ابو 70 درهم يا بيه احنا ما بنقولش غير كده احنا والله ما بنقول غير كده نفسنا يبقى ده نفسنا يبقى ابننا في مدرسه احفادنا في مدرسه في مستشفى يروح يتعالج في مستشفى مش كده يعني صحيح يعني صحيح. يعني طب الطرق ما اتعملت في سنه في عام بيتبني الاسمرات في اقل من في ايه قناه السويس طب ايه طب ما يبقى فين المدارس ده ست شهور يصلحوا جميع مدارس مصر ويتبني المدارس اللي قلت حضرتك عليها بس الناس تبرز يا استاذ محمد الناس تطلع مش تطلع اصل ما حدش مطلع بمزاجه في المجتمع اللي زي بتاعنا ده اللي بعد الانفتاح الناس توحشت معلش يعني طب. كان الانفتاح شيء جميل جدا وكنا ناس بنطلع على اقتصاد حر وناس نعمل ونغتني ده كان فكر الرئيس الزعيم العظيم السادات انما المصريين كانوا لسه لم يؤهلوا لهذا ما كانوش زي ما كانوش مؤهلين للاشتراكيه زي ما محمد زي بهاء الدين لما كتب انفتاح بقى استاذ احمد ايوه الاستاذ احمد بهاء الدين احمد بهاء الدين احمد ماشي استاذ احمد احسن احمد احنا عملناه كده ايوه احنا عملنا كده صحيح احنا ما انا بقول لك طول الوقت الخطا مش في النظريه الاشتراكيه صح احنا طبقناها غلط ومن هنا الراسماليه والانفتاح صح احنا طبقناها غلط لازم الناس تتعلم بقى ما هو من هنا من الفصل الواد يتعلم يغسل ايده ويحافظ على الديسك ويقوم يكتب ايه ويحترم مدرسه ويقوم ازاي طيب خلينا نتنقل من ده لده برضه هو ده برضه مش دور الفن ايوه بيه ان الواد يغسل ايده ويتعلم يحافظ على الديسك وان احنا نتعلم كاغنياء وقادرين ان احنا نفكر في الاخرين وانه ما استحق ان يولد من عاش لنفسه هو مش دي رساله دراما ورساله فن ورساله إيه سينما ورساله ابداع والعظمه ايه بقى؟ انها ودي عظمه الفن بقى انها بطريق غير مباشر يعني تطلع تجري على الفيلم خد بالك مغيب ها وعلى المسلسل التلفزيوني مبهور ومغيب مش واخد باله خالص انا بقول له ايه؟ وبزرع جواه ايه؟ هذا هو الفرق الائمه على المساجد مع احترامي الخطباء والعظماء اللي بيخطبوا لا لا فكره الرسائل غير المباشره احسن من فكره المحاضره هو دي عظمه الفن ده عظمه الفن الحد قلت انا قلت طب قول لي بقى حضرتك الفن في العشرين سنه اللي فاتوا دول شربنا ايه لا في العشرة انا بتكلم على الدراما التلفزيونيه طيب في العشرة عشان خاطر يعني حاضر في العشرة 2000 في ال 15 في ال 15 15 15 سنه بالظبط عشان انا مؤرخ للمساله تمام. حتى باعمالي يعني تمام انت انا عاوز احيلك معلش اسمح لي اتفضل يعني لما قال الشاعر الكبير والكاتب العظيم فاروق جويده في الاهرام تقريبا مع قبل اخر رمضان كده بثلاث ايام كان له مقال بقى في صفحته اللي هو مش حر الصفحه دي وقال بقى عارف قال ايه بقى ايه معلش يعني عشان ندخل الدراما صح دراما سيئه وفن هابط ومال سايب ووصل بالمال السايب ان اكيد اسرائيل ورا الفلوس اللي بتتعمل دي عشان تشوه وتسطح العقليه المصريه وتقضي على هذه الروح المصريه اللي في الشارع وفي الناس بيقضوا على الناس والعرب اكيد موظفين هذا المال عشان يدمرونا فتاة. رحت بعت له انا زي ما انت شايفني على طول بتحمق كده وبسخن رحت بعت له قلت له ارجوك انا شاكر جدا على مقالك المؤلم الحقيقي بس على فكره العنوان ناقص جزء انت عامل ثلاث اجزاء يعني دراما سيئة وفن هابط ومال سايب من فضلك كان لابد أن يكون هناك وحكومة غائبة ده بيقص المسألة ده أول المسألة وآخرها زي ما انت غايب في التعليم زي ما انت غايب في الصحة زي ما انت غايب في الدراما المشكلة يبقى بيه ان الدراما دي مربحة جدا انا سمعت حضرتك تقريبا من ثلاث ايام او الاربعة مربحة جدا يا بيه بيعيرونا الناس يقول لك ايه انت عارف المفاجاه يا استاذ محمد فضل. مش المفاجاه الصدمه قطاع الانتاج في اتحاد الاذاعه والتلفزيون يا بيه انا اللي اقول لا ينتج انا اللي اقول شركه صوت القاهره العمل مبعوث لاول امبارح شركه الانتاج الاعلام مدينه الانتاج ايه عمل هناك الاعلامي والاستاذ اسامه هيك قال لي يا بيه انا بقول بس حضرتك والمشاهدين ان رمضان اللي فات ده مدينه الانتاج الاعلامي زيرو انتاج في رمضان قطاع الانتاج زيرو انتاج في رمضان شركه مجد. صوت القاهره لا بقول والعام السابق وما قبله مع ان زي ما حضرتك قلت بسيبك من السينمائي الانتاج الدرامي مربح للغايه يا بيبي عيرونا
وشيء مخجل جدا كان الواحد بيحط وشه في الارض يقول لك اكسب تجارتين، تجاره المخدرات وتجاره المسلسلات، وهذه حقيقه بدليل زي انت ما قلت. انا سمعت حضرتك 60 مسلسل، هو لو الناس بتخسر كانوا انتجوا لا طبعا 60 مسلسل، وفي نجوم بيقدر 40 مليون و30 مليون و22 مليون، منين؟ لانه يربح، المساله رابحه جدا. مظبوط. لماذا بقى لا تمد الدوله يدها؟ ليس من اجل الربح يا سيدي، فلتكن خدمه، لتكن اعلام بالمجان، ليكن تعليم بالمجان. الشعب ده لو عملت كده كمان هتكسب، مفيش مسلسل بيخسر. يا مكسب بالهبل طبعا، يعني فلوس كتيره جدا. لماذا تحجب الدوله عن الانتاج؟ عاوزين اداره. ليس هناك سبب واحد ولا كلمه تستبدل بكلمه اداره. عاوزين اداره بي. حد يدير المساله. هتسمح لي اقول لك مثال؟ اتفضل. ب 2010، معلش بقى اتفضل، ما هنا هنا اخرنا يعني. من 2010 ما بشتغلش. وهقول لحضرتك ما بشتغلش ليه؟ مش انا ما بشتغلش، ما حدش طالبني. لا لا لا، ده انا محمد جلعب قوي يعني، معلش يعني. بسم الله ما شاء الله. محمد جلعب قوي ايه؟ صاحب المحاولات. انا اكتر واحد صاحب محاولات. كل اعمالي اهو، عشان ما حدش يقول ده الراجل ده، كل اعمالي محاولات للبحث عن عمل جيد. انا اكتر واحد بيحاول يدور على عمل جيد، وللان لم اعثر عليه، للان لم يتيسر لي الحصول على عمل جيد، رغم كل اعمالي دي لا مش جيد، لما خلصه لا مش هو ده اللي انا عايزه، وارجع تاني ادور على عمل جيد. ما هو انت لو اقتنعت انك وصلت للعمل الجيد لن تبدع، خلاص مش حاجتي. صح. ما خلاص بقى وصلت. طب قول لي بقى، ما بتشتغلش ليه من 2010؟ مثال، نبدا بالمثال الاقرب. إيه، انا فلان الفلاني وبتاع مش عارف ايه وبتاع، زوج احدى الفنانات النجمات، احنا لفيت وكلمت محمد ابنك بحسبه انت وماشي، اهلا وسهلا وبتاع، هيكلمك النجم، اهلا، ده انا عاوزها كده وعاوز زي الجزيره بتاع احمد السقا. طب انت هتعمل الجزيره؟ اعمله جميع الاستديوهات تحت امرك، هجيب لك من امريكا، هجيب لك من بتاع، ماشي، وهنعمل ايه؟ طب بص بتاع، ماشي. رابع مكالمه، كنا في رمضان، بقول لك ايه، انا جاي من المعادي، افوت عليك نروح لفلانه البيت النجمه. تروح لفلانه البيت؟ ده انا اللي جايبها كومبارس، حطيتها في احدى مسلسلاتي وبقت نجمه. بدايه، طب اروح لها البيت ازاي؟ ده الولد اللي بيكتب لها. قال لي بنقعد بقى انا والمخرج، تعيد وتزيد. قلت له لا 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 اعمل، لا لا لا، هروح اقعد على تحت رجلين مين من الناس؟ مين يعني ايه يعني؟ ده مثال. مثال التاني، نجمه كانت معانا رباب حسين مخرجه لاحد الاعمال. بقول لك الامثله اللي اتعرض لها، اللي زي اللي مش قادر ممكن اغير المشهد ده واختصره بالظبط، قالت عشان ابقى صادق امينه، ممكن اختصر المشهد ده. ممثله؟ ايوه النجم. قلت لها لا بالظبط كده، هو ده، معلش يعني حتى ما كنتش رقيق، هو ده رد فعلي بالنسبه لشغلي. فرباب حسين قالت لها بصي، لو انت عاوزه تغيري الجمله دي او دي او دي او دي ما ينفعش، لانها مردود عليها في الحلقه 17 بيقول كذا كذا، ان شلنا دي ما ينفعش اللي في الحلقه 17. خلاص النجمه دي تنت تحاول لحد ما غيرت رباب حسين. ياه. وجابت لي مخرجه حديثه السن وبتاع عشان الاثنين يغيروا بقى. رحت قايم اللي عملته ما خلاص انتهينا بقى، تلميذه جايبها لي وعايزه تغير وتعمل وتخلي. التالته لنقح بقى كده، او العمل اللي انا محطوط والتانيه ما بكتبش، الانقح. انا والاستاذ علي عبد الخالق، في بعد علي عبد الخالق طبعا بقيمته السينمائيه، قدمنا عمل لاحدى القنوات الفضائيه والبتاع، وفي راجل اعلامي جميل جدا وماشي في السكه وخلاص وهنعمله عن قلب. جينا عند علي عبد الخالق في يوم، قال لي جلال، قلت له نعم، قال لي الراجل بيقول محتاجين او يعني هياخدوا الناس اللي في السكه هياخدوا 10% من اجري و10% من اجرك. انت بتعمل كده ليه؟ هم الناس سمعاني استاذ علي عبد الخالق سمعني. وبعدين قلت لهم ايه؟ قلت لهم لو قلتوا ده الجلال عبد القوي انت عارف هيعمل فيك ايه؟ مين اللي هياخد 10% من اجل الوسيط اللي هيمشي لنا المسلسل علشان ينفذوه في احدى البتاع. لا يا رجل، ده مش كده بقى، ده مش المؤلم. المؤلم بقى احمد ابني قاعد ومش عارف ايه. تصور يا احمد، قال لي فين يا بابا؟ خد بالك كله كده، ما كله ماشي كده.
مامتهم بقى لما عرفت بحكايه النجمه اللي عايزاني والنجمه اللي اقسم بالله حصل. قال لي يا بابا ده انت لو رحت للنجمه دي 3 مليون 4 مليون اقسم بالله حدث. مامتهم قالت لهم انت اتعلمتوا؟ اشتغلتوا؟ عندكم عربيات مش عارف ايه بتاع اخواتك اتجوزتوا؟ يلزمكم حاجه من باباكم؟ لا. انا وباباكم اقسم بالله حصل هناكل ان شاء الله عيش وطعميه ولا فول وطعميه لحد ما نموت. بس يظل ابوكم هو محمد جلال عبد الله. لانه بيناقشوها قالت لهم مش هيكتب ولا مشهد. باباكم لو راح عندي اي نجمه او بالشوق لن يكتب وحقيقي مش هكتب ولا مشهد. انا لو في ما يعني مش هنكمل. ده الدراما بالتلفزيوني. اما التجربه اللي كنت عاوز احكيها لحضرتك. الاستاذ اسامه الشيخ كان رئيس الاتحاد. فوجئت في يوم قال لنا تعالى الاستاذ اسامه عايزكم مدير مكتبه او حاجه كده. رحت لقيت اخويا الله يرحمه حسين علي اسامه عكاشه. وهذا المثال موجه لاي حد مهتم او عاوز يعمل دراما يعني. استاذ اسامه عكاشه رحمه الله، استاذ محفوظ عبد الرحمن اطل الله في عمري، الاستاذ انعام محمد علي ربنا يبارك لنا فيها، الاستاذ يسري الجني ربنا يخليه ويستره، استاذ اعتقد اسماعيل عبد الحافظ كده يعني. قامات كلها. قال انتوا مشايخ الدراما، شوف اللفظه. قال انتوا مشايخ الدراما. 2010. ايوه. انا عاوز دراما، كانت الدراما انحضرت بقى ايه 10 سنين او 7 8 سنين. عاوز دراما زي بتاع الزمان اللي كنتوا بتكتبوه. هصبر عليكم سنه اثنين ثلاثه اللي انتوا عايزين في بعد كده مش مطلوب منكم غير كل مخرج يتلم على مؤلف ويعملوا عمل لن يسالوا رقابيا ولا كاتبين ايه ولا انتوا عليكم تقولوا تطلبوا واحنا ننفذ ومن بكره التوقيع. زمايلي راحوا وقعوا وانا ما كانش عندي عمل كنت رايح في القطاع الخاص لسوء الحظ يعني مش اللي انا عاوز منك عملين انت بالذات حتى يعني لم يكتمل المشروع لان ما حدث ثوره 25 يناير المجيده اللي على عيننا وراسنا فعلا يعني والراجل اتاخد في الرجلين ما تعرفش باي ذنب اخذ كتبت انا مقال قد كده بالفجر باي ذنب اخذ اسامه الشيخ ايام محمد مرسي على فكره يعني صحيح وايه ده؟ اللي عاوز يعمل دراما يعمل كده بيه؟ الدولة لازم تمد ايدها الدراما يعني انتاج يعني فلوس مفيش القطاع الخاص مش ملزم ان يعمل لك دراما قومية ووطنية وواجهة لمصر ويعيد لك الريادة تاني ده انت بتدور على مسلسل تاريخي زي انا سمعت حضرتك بس هو لا هنخش للحتة دي بس هي قصة هل هو يعني غياب للتقاليد المحترمة والعريقة والأصيلة في السوق الدرامي ولا هو انا اسف برضه هو نوع من انواع تغيير الجلد يعني قال لك لا بقى انا اسف مع كامل احترامي طبعا لتاريخك الكبير لكن الكاتب زي الاستاذ محمد جلال عبد القوي واسامه عكاشه ومحفوظ عبد الرحمن مش عارف خلاص بقى دول بقوا دقه قديمه ممكن احنا عايزين كتاب جدد عايزين ممكن. كتاب شباب عايزين كتاب ممكن. يعرفوا يكتبوا الاسطوره اللي هو ينفع مع الشباب دلوقتي بتاع الشارع كل مش عارف ايه جلال عبد القوي عمره ما هيعرف يكتب لي الاسطوره وبتاع لانه عارف ان دي قراءه غلط مش ما يعرفش هو ما يرضاش ايوه ما يعرفش لانه مش ده الرساله اللي ما يرضاش لا لا لا, لا. مع كامل احترامي طبعا لاصحاب مسلسل الاسطوره ونجاح نجاح رائع وكل حاجه بس في النهايه احنا يعني بنتكلم على القيم اللي بيسيبها العمل الدرامي في الشارع. هل هو ده الحال دلوقتي انه لا بلاش بقى بتوع الرساله وبتوع الورق ومال. وبتوع الفكر وبتاع الدقه القديمه وخلونا في الجديد كويس اللي عندهم الخلطه الجديده انا موافق تماما هل هو ده اللي حاصل؟ هو ده اللي حاصل بس مش حاصل كده قوي هو دي انت عارف نوع من تغميه النفس يعني او نوع من فلسفه الخطا بمعنى ان على عيني وراسي وحجري وراهم انا تنيت اجري ورا محمد ياسين المخرج اللي عامل افراح العبه لحد ما عترت عليه وعدت ايه يعني محمد على فكره محترم بغض النظر بقى انا قدامي مخرج انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي ايه ده قلت له ايه الجمال ده طب ما هو ده المخرج مع ابن محمد شاكر خضير اللي عامل يا سلام ايه ده ايه ده ايه الجمال بندور يا سيدي اعملوا دراما احنا شبعنا فلوس خد بالك انا وشهرة وشبعنا شرع خلاص مش لا ان كان حد عندنا حاجة اقسم بالله العظيم انا صادق ان كان نفسي في حاجة يبقى نفسي اعمالي اللي في الدرج الناس تشوفها فقط مش لازمني غير هذا الفكر اللي عندي اللي بعتقد انه كويس او محاولات جيدة زي ما قلت لحضرتك يعني او بحاول تبقى لا تخرج للنور الناس تشوف فقط هذا ما يعنينا يا سيدي على عيننا وراسنا وريوني انتوا عملتوا ايه تعالى عملت اديب محمد جلال عبد القوي عملت الشهد والدموع سمان وركاشه
عملت الحلمية وسامة عرقاشة، عملت الرجل والحصان محمد جلال عبد القوي، عملت موسى بن نصير محمد جلال عبد القوي، عملت أولاد آدم محمد جلال عبد القوي، عملت عصفور النار أسامة عكاشة، عملت أنت بتتكلم في إيه يا بي؟ عملت أم كلثوم محفوظ عبد الرحمن إيه عمله إيه؟ بيتكلم في إيه؟ عملت اللي آخري قال ليله آخره، قصة الأمس، نصف ربيع الآخر، سوق العصر، بيتكلم المال والبنون، المال والبنون، بيتكلموا في إيه؟ إعمل حاجة من فضلك. الناس بتطفي التلفزيونات وهي قاعده عشان ولادها ما تسمعش، عيب لما احنا كبرنا. بس كبرنا لاننا ما زلنا محترمين ومحافظين ونتقي الله في بلدنا ونتقي الله في اطفالنا. يا استاذ بيسالوني، قلت لهم اصل المشكله ما انتوش واخدين بالكم. اول الناس اللي بيتفرجوا عليا بنتيني وولديني ومدامتي، دول اول المشاهدين لي. طبعا اقعد اكتب ايه؟ هو اي حد فيهم يقدر يقعد مع نفسه كده ويتفرج على بناته وهم بيسمعوا الالفاظ اللي بنسمعها؟ ينفع كده يعني؟ هو هي دي الدراما؟ طب ما تسمعونا ورونا احنا يعني ايه، نشطب بقى شيكسبير وتولستوي ودوستويفسكي، نشطب الناس دي علشان الناس دي ميته من 500 سنه ولا 200 سنه. هو مين اللي بيسوق مين؟ الشارع اللي بيسوق الدراما ولا الدراما هي اللي بتسوق الشارع؟ لا الدراما، لا هذه رساله الدراما، رساله الفن. يعني في كتير من صناع الدراما لما تيجي تلومهم وتقول لهم ايه القرف اللي انتم عاملينه ده وايه الالفاظ دي وايه العادات والقيم اللي انتم بتسوقوها دي، يقول لك احنا على فكره ما نجيبش من عندنا، ده الشارع بتاعنا. قول له انت جاهل البعيد، جاهل، لم تقرا. اهو نرجع للقراءه بقى، لم يقرا الف به الفن. الفن ما يجب ان يكون، الدراما ما يجب ان يكون وليس ما هو كائن. لا ابصح في حاجه اسمها الوقايه القذره. انا مش بعمل فيلم تسجيلي لا، مش بكتب مقاله واروح اصور البتاع. هناك فرق كبير جدا بين الابداع وبين المقال والواقع. حاجه اسمها الوقايه القذره، في اقذر من كده. هنري ميلر منعوا كتبه ورواياته، يعني مدار الجدي ومدار الثلاثه، 40 سنه في امريكا وبعدين افرجوا عنه. لما قعدت اتامل، طب في الناس دي منعاه وقذر يعني ايه؟ يعني شيء عادي جدا والله، زي البرتو مورافيا زي ما كان بيكتب بتاع، ومع ذلك تحفظوا على ده، مش عاوزين اي علاقه خارجه عشان ما تخدش حياه المواطن الامريكي. طيب ولا يمكن ان ننكر ده، المواطن اللي هو اللي بيروح شباك التذاكر سواء في السينما او شباك التلفزيون، يعني اذا جاز التعبير في الدراما. لا ما بيروحش شباك التلفزيون، لا التلفزيون اللي بيروح. ما هو انا قصدي، بس انا قصدي اللي عايز يتفرج، اللي عايز يتفرج على دراما فهيفتح شاشه معينه عشان يتفرج على مسلسل معين. في فئه كبيره الحقيقه ما اقدرش اقلل منها، يقول لك ما انا عايز اشوف على الشاشه محاكاه للي انا بشوفه في حياتي، انا مش عايز شاشه منفصله عن واقع حياتي. ما ينفعش ابقى انا بشوف نماذج واشكال والفاظ في الشارع الاقي مدينه افلاطونيه طالعه لي على الشاشه منفصله عن الشارع. مين اللي قال كده؟ اسمها الايدنتيفيكيشن. دي سر اللعبه، سر النجاح كله، ان المشاهد يجد نفسه على الشاشه. واحنا عارفين ده ودارسينه وعارفين وبنسعى طول ما انت بتكتب عاوز تجيب الناس دي اللي قاعده تتفرج تلاقي نفسها على الشاشه. تقوم تجيب له النماذج اللي هو طالع روحه طول النهار من قرفان منها مش عارف يتعامل معاها، تجيبها له كنماذج. قل له ما يجب ان يكون. قل له عباس الضوء وابنه وسلامه فراويله والبتاع والبت لما ابوه غصب يتجوز عليها، لو تذكر البت اللي بتاع ايام الفقر وبتاع ماتت. لا ممكن احكي لك المال والبنون مشهد مشهد يعني. اذا ده ما يجب ان يكون. نصف ربيع الاخر، الراجل والزوجه والعشيقه، في بعد كده اهي العلاقه الشهيره الرومانسيه. وقال لك يعني قول بقى اللي تقوله، تعرف ايوه. بس ده ما فيهوش اعتراف مننا يا استاذ محمد ان الدنيا اتغيرت. هذا المجتمع، مجتمع سلامه فراويله ولا عباس فراويله وسلامه، مجتمع مش موجود دلوقتي. امال عباس الضوء يعني انت بذمتك لو كتبت المال والبنون 2016 كان عباس الضوء قال لا؟ بتذاع يا سيدي. لا في فرق، في فرق ما بين انها بتذاع الان وبنتفرج عليها باعتبارها تراث. ايوه بنتفرج عليها باعتبارها بنسمع ام كلثوم وهي بتغني انت عمري. جميل جدا. بنسمع عبد الوهاب وهو بيغني نيل الخالد. ماشي. لكن لو قلت للناس ان عباس الضوء النهارده لو اتعرض عليه مش عارف ايه بتاع سلامه فراويله هيقول لا. لازم يقول لا. يوسف يا بيه هيقول لا. الناس تقول ما يقولش لا حضرتك، انا اقول له لازم يقول لا.
يا بيه احنا محتاجين يقول لا. ما انا عارف ان كلنا محتاجين نقول لا. طيب قولها. بس هنتكرت. لا يا بيه انا اللي اقول لا بقى. انا اقول لا ومتحملها بس اقولها ازاي. الجمال في هو يعني قصة يعني الأمس. حضرتك ترى ان المجتمع لم يتغير والثقافة لم تتغير والأوضاع لم تتغير. بص يا بيه. يعني مجتمع البلوى والبنون. مجتمع شهد الدموع. قائم حتى الهاتف. هو نفس المصريين ونفس الناس اللي تغير. مش عارف يا أستاذ محمد أنا أشك. إحنا الحقيقة مش نفس المصريين. التكنولوجيا فقط. والله أبدا. والتكنولوجيا دي وسيلة. ألا ترى معي أن في حد عبث في الجينات المصرية؟ طب ما ده عشان اللي أنت موقفني فيه دلوقتي. اللي هو إيه؟ ما اللي بتقول لي ما يقولش لأ. ما هو انت كمان لما هو عباس الضو وقتها يقول لا وقال لا ودلوقتي النهارده بعد ما اتلعب في جيناته هيقول انا بقى ارجعه ده وسيله وظيفه الفن انا اقول ده احارب معاك كده زي ما انا قاعد احارب واقول لا يقول والست اللي هناك في طب حتى لو انت خليته النهارده يقول هيتصدق طبعا يعني وقتها كل الناس قالت لك ايوه احنا عايزين نموذج عباس الضو مش نموذج سلاوه فراويله فطره الله التي فطر الناس عليها ربنا خد كل البشر كده في كفه وقال ألست أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كلنا بي موحدين ومؤمنين وبالفطرة نضاف جدا بيور بيض من يوم أنا معاك من عشان كده بقولك اتلعب في الجينات لما يتلعب بقى احنا عشان احنا أهملنا وما فيش لا تعليم نرجع تاني لا تعليم تمام. ولا صحة ولا ثقافة في بلد تعيش من غير ثقافة يا سيدي هنرجع لإسبرطة وقتينا هو ممكن أسألك سؤال تفضل اللي هو يعني ايه ثقافة؟ اي المام كل فرد في المجتمع او المجتمع عموما بطرف من كل شيء بحيث لا يغيب عنه مين المسؤول بقى عندك؟ اولا في الدول النامية لازم تبقى الدولة لحد الناس ما تكبر وتعي وطن هل احنا عندنا ثقافة في مصر؟ هل عندنا مصدر الثقافة في مصر؟ كان عندنا هل عندنا بلاش دي وزارة ثقافة في مصر؟ كان عندنا بص يا بيه ما انا كنت هقول لك المثل ده السيد وزير الشباب والرياضه وقف في البرلمان قال انا خدت 2 مليار 2 ايه مليار و200 مليون جنيه وعملنا مراكز شباب 40 مركز 50 ان بيصلح في مركز الشباب كويس كويس انا بتمنى من السيد وزير الثقافه السيد حلمي النمنم وهو راجل على عيني وراسي ومحترم وكل حاجه يقف في البرلمان يقول خدت 2 مليون بس 10 مليون اي هو هل الثقافه اصبحت شيء هامشي نرجع بقى للكلام ما تقوليش عباس الضوء يقول وما يقولش مين اللي بيعلم زي حضرتك ما قلت مين المسؤول أيوه صحيح. طب فين الفلوس طب هي الدوله متصوره لا انا والله بسال معاك سؤال بقلب ايوه ليه اين الثقافه يا دوله هم متصورين ان حي العيال تبقى في مجلس الشباب تجري زي سبارتا زمان وما فيش عقل طب ما هو التيارات الاخرى والارهاب ما دام العقل فين مسرح الدوله مسرح الدوله ده مش المفروض والسينما. مصدر للثقافه والسينما فين السينما فين الانتاج الدرامي انا قلت للسيد رئيس الجمهوريه في مقال وفي القناه الفضائيه المصريه عشان ابقى رسمي ما بقولش بتاع قلت له اكيد لما حضرتك انت عارف عمل ايه سياده الرئيس قال لهم ربنا هيحاسبكم على اللي بتقدموه ساعه لما قال لي يوسف السقه عارف يعني ايه يعني اللي بيقدمه وزر ذنب ربنا ايوه بس الدوله متقاعسه عن الانتاج الثقافي سينما ومسرح وتلفزيون تشكيل عقل المواطن الدوله غائبه عنه غائبه عن طب ما هو ربنا هيحاسبنا على ده بقى هو ربنا مش هيحاسبنا على اللي بنقدم وحش بس لا وما بتقدموش الكويس طب انا اسال سؤال هو حضرتك حضرت مره لقاء المثقفين مع سياده الرئيس لا محدش بعت لي بصراحه انا مش بعت لي وما رحتش لا كنت ممكن اعمل الهليله اللي مش عارف انا متاكد يمكن عشان كده ما لا مش عاوزين اللي بيعمل الهليله صوتهم عالي لكن هي القصه مش كده القصه انه يعني انا طول الوقت عايز اعرف لما سياده الرئيس بيقعد مع المثقفين ليه ما بيقولولوش فين انتاج الدولة الثقافي يا ريس فين مسرح الدولة فين خشبة مسرح الدولة فين سينما الدولة فين دراما الدولة ما هو الدولة بتشتكي والرئيس طلع فعلا قال في احد اللقاءات لما بص اليسرى والسقا حبايبنا طبعا نجوم الكبار وقال لهم ربنا هيحاسبكم على اللي انتوا بتقدموه طيب. فمعنى كده يقين من الرئيس باهمية المنتج الثقافي والفني فلما يبقى في يقين من الدولة واكبر رأس في الدولة كده والدولة تحتجب مين بقى الانتاج الثقافي والدرامي والسينمائي؟ مين علامة استفهام غريبة؟ مين المحتجب؟ أنا الدولة قلت له يا سيادة الرئيس اسأل رئيس وزرائك، خلي رئيس وزرائك يسأل الثلاث جهات المنوط بها الإنتاج. يسأل مدينة الإنتاج الإعلامي قلت له كده طبعا يا سيادة الرئيس خليه يسألهم مدينة الإنتاج الإعلامي وصوت القاهرة وقطاع ماذا أنتج؟ أنا نفسي بكرة مين أعتقد الأستاذ أسامة هيكل مش بس هو رئيس مدينة الإنتاج هو رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان أنا نفسي يا أستاذ أسامة وأعتقد حضرتك بتتفرج علينا وبتسمعنا
تعمل بكره في اللجنه استجواب ولا طلب حضور ولا طلب كذا لوزير الثقافه وتقول له انت فين، مش انت فين كحلمي النمنم، انت فين كدوله من الثقافه؟ ليه ما انتجتش السنه دي في الحفله الرمضانيه اللي فيها 60 مسلسل؟ ما كانش ليك انتاج بمسلسل واحد. نقول وزير الثقافه مش مسؤول عن الدراما، مسؤول عن السينما، عن المسرح. مسؤول عن اي حاجه. قصور الثقافه. تعالى لي يا استاذ علشان قصور اللي بيصلح مراكز الشباب عشان العيال تجري وتلعب كوره، وده على عيننا وراسنا طبعا يا ابن الشباب. ما يسيب قصور الثقافه؟ اللي النسبه من مراكز الشباب قصور الثقافه 1 لـ50. انت عارف يا استاذ محمد، المال والبنون والشهد والدموع ونصف ربيع الاخر. أيوة. والليل واخره. ايوه. بيتذاعوا فين دلوقتي؟ فين؟ قالوا هم في العالم العربي والاسلامي ماشي بس لا، بيتذاعوا في قناه اسمها ماسبيرو زمان. ايوه، القناه اللي افتتحها صديقنا ده. رغم انها قناه رائعه وانا بحيي اتحاز على التلفزيون عليها، بس الاسم له دلاله ان دي الدراما بتاعت زمان. صحيح صحيح. او هذا ما كان الناس يرونه زمانا. أنا بيه أخري قصة الأمس، شوف زمان، أحكي لك حاجة صغيرة بمناسبة نصف ربيع الآخر، وقلت لك دي هذه العلاقة ثلاثي أهو، قصة حب طبعا غير شرعية، غير شرعية. مظبوط. جاي من بره، كان بيذاع المسلسل لتاني مرة، فالمدام قالت لي الأستاذ أحمد فرج اتصل بيك وسايب لك، أقسم بالله، وسايب لك تليفونات، فاتصلت بيه، قال لي يا أستاذ الله يكرمك، أقسم بالله، وسكرتير عام الموطن مش عارف، الله يبارك فيك ويزيدك ويديك كل هذه الحلقات، اقسم بالله لم نسمع لفظه نابيه واحده، انا واولادي قاعدين نتفرج ومدامتي اقسم. وبعدين تعلمنا الفقه، بتعلم الناس في الفقه في قلب الدراما، بتقول له انا هتوب، قال لي لا التوبه لا شروطها، ان تندمي اولا على ما فعلتي وترد المظالم. وقال لي ايه ده يا استاذ، ايه ده يا استاذ، لما نسمع ويقابلني بقى بعديها. لما نسمع بيه الكلام ده، تعالى ده لو اتصور النهارده نصف ربيع الاخر. كنت كيف تمارس الجنس بطريقه صحيحه على الهواء؟ استاذ يحيى العالمي رحمه الله كرمه بحبه رحمه أولي. الله عليه قال لي بص يا جلال، العلاقات دي ساخنه جدا، انا هدخلهم السرير. قلت له والله انت حر، بل يوم القيامه ربنا لما يسالني هقول له ده اللي انا كتبته وده اللي بس بس خلاص خلاص خلاص. الله عليك. والله حدث. ستسالون عما تفعلون. كده اهو كده. شرفتني يا استاذ محمد. الله يكرمك، انا اللي سعيد جدا. نورتني وشرفتني. الله يبارك فيك. وارجو ان غيابك لا يطول. انا ارجو ان ما اكونش اثقلت عليك ولا على المشاهد. انا لو بيجي كنت مديت ثلاث ساعات، لا بتوع كنترول توفوا خلاص، لكن هي القصه انه لو كان بايدي كنت مديت ساعتين ثلاثه، لان احنا قلما نجد ناس محترمه. أنا ولا يجب ان تغيبوا عن ساحات الدراما، وحتى لو استبعدتم حاربوا. لأن القلم هو في بعد كده حرب ليس له بديل. انا سياده الرئيس السيسي او بقول لاخر مره، حضرتك بتطالب ليل نهار بدراما، كيف تصنع ده كل الدراما اللي بتشوفتها ومعجب بيها؟ دي صناعه الدوله يا سياده الرئيس، قول لهم الدوله ما بتنتجش ليه. شرفتني يا رئيس. شكرا يا شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. اشكر حضراتكم، غدا حلقه جديده من الحياه اليوم في امان الله.